الثالثة، وإن شاء الله تكون هاي المحاضرة الخامسة. The suffix is a word element placed on the end of the word or root, a word root that changes the meaning of the word. هي مثل ما قلنا suffix، ما حكيناها من قبل. suffix هو يكون دائما بنهاية الكلمة ودائما يغير لك المعنى مال كلمة، مثل كلمة tonsil اللي هي اللوزتين، إذا ضفنا عليها itis بالنهاية فحصير inflammation of the tonsil، التهاب اللوزتين. بينما tonsillectomy اللي هي surgical removal of the tonsils. فمثل ما قلنا itis inflammation, ectomy removal of. فthe suffix change the meaning of the word with changing the suffix. يعني تغير السفكس رأس معنى الكلمة يتغير نهائيا. عادة السفكس indicate a procedure, a condition, disorder, disease or part of a speech. يعني procedure معناتها عملية، condition حالة، disorders حالة غير مستقرة، أو مثلا disease مرض، واحتمال part of speech يعني مثل related to or training to يعني about something we talk about something. مثل ما عندنا هون كلمة thermometer، thermo محرار، meter قياس، ف thermometer الجهاز قياس الحرارة. طلاب الصوت واضح إن شاء الله، ما عندكم مشكلة بالصوت؟ A suffix may be in a noun form or adjective form. مثلا microscopic. I see هوني صاغت كلمة صفة adjective. فمثلا word root and suffix ممكن يعمل لنا اسم وممكن بنفس الوقت adjective. أنيميا هذا اسم، بينما ما قلنا هذا I see ضفنا له صاغت صفة anemic. This patient had anemia. عقل اسم عنده فقر دم. بينما this patient is anemic وصفناه قلنا هذا عنده فقر دم. فدائما ممكن تكون noun ممكن نحولها الى adjective الى صفة. مثلا عندنا هون micro زائد scope. فmicroscope تعرفون هو الجهاز الميكروسكوب. micro surgery. ميكروميتر. هيدروفوبيا اللي هي خوف، فوبيا خوف، هيدرو ووتر، فهيدروفوبيا خوف من الماء. هيدرو سيل، سيل سيست، هيدرو ووتر، فسيست اوف ووتر. هيدرو ثيرابي، ثيرابي علاج، فهيدرو ثيرابي علاج بالماء. pathology suffixes مثل عندنا suffixes اللي دائما بالأمراض اللي هي مثلا itis inflammation، مثل ما قلنا appendicitis, tonsillitis, dermatitis كلها inflammation of something. oma بالنهاية تجي tumor، مثلا adenoma tumor of the gland، أو مثلا نقول gastroma tumor of the stomach. osis agoesis iasis high condition or disease، لما تنضاف بنهاية الكلمة تكون condition or disease. malacia معناتها هاي طبعا كلها suffix، هذه ما root، يعني abnormal softening of the bone. او مثلا megaly abnormal enlargement، مثلا gastromegaly abnormal enlargement of the stomach. sclero abnormal hardening، مثلا sclerotherapy abnormal hardening of the او خلينا نقول treatment with hardening، يعني مثلا sclerotherapy نستخدمها بعلاج مثلا varicose vein.
اللي هي الدوالي، فعلاج بالتصلب. ستينو أبينو أعتر ستينوسيس، تضيق بالشرايين التاجية. فعندنا هون السفكس ناون اسم condition state of or theory. يعني example hyperthyroidism، الهايبر معناتها increase، ثايرويد اللي هو الغده الدرقيه، فهايبرثايرويدزم there is an excess increased secretion of the thyroid gland. فمثل هايبرثايرويدزم قلنا عن TION condition، يعني مثلا contraction relaxation. بالنهاية IST specialist، مثلا psychiatrist which is specialist in the study of mind. ER one who مثل radiographer، الشخص اللي ياخي يقوم بأخذ الأشعة، بينما يقول radiologist لا specialist in the study of radiology. ET quality يعني مثل sensitivity conductivity، حكينا هون على quality. الصفة عندنا مثلا OUS possessing having full of مثلا nervous، مريض عصبي مثلا nervous، mucus مخاطية serous، هذا السائل ينفرز من الخلايا أو من الأنسجة. able ability وال IBL هم تيجي معناتها ability، مثلا injectable قابل للحقن، inflatable قابل للانتفاخ، reducible قابل للنقصان. عندنا مثلا هون كلمات البقية، مثلا cyanosis هذا اسم، انت غير تعمل adjective نضيف له IC بالنهاية فصير cyanotic. anemia اسم، تغير تعمل مثلا صفة يصير أنيميك، ضفنا على اي سي بالنهاية. ميوكس هم تريد تعمل اسم، ظلت نفس اللفظ ميوكس بس صارت او يو اس. اليوم هذا الناون، يو اليك اي سي صارت بالنهاية صارت صفة. كوندايل اسم، بينما ضفنا له بالاخير اي ار كوندايلر. arthritis inflammation arthritic صفة. emesis هذا noun اسم، emetic صارت صفة. بينما نريد نقول related to نضيف له al مثلا skeletal أو tic paralytic. يعني مثلا هون عندنا كلمة hemophilia، مرض يصير عند المصيب الناس اللي هو نقص بعامل التخثر، فهيموفيليا. بينما قل هيموفيليك هذه عملناها من ايش، حولناها من اسم على صفة هيموفيليك. مثلا نضيف عليها مثلا واي كونديشن بروسس نيوروباثي، نيوروباثيك صفة نيوروباثي كونديشن بروسس. عشان السفكس used in surgery، طبعا هاي راح نرجع نعيده بمحاضرات المقبلة، وحظل يصير عندنا هذا يعني حظل نعيد ونعيد بيها نعيد بيها لحد ما تكونون familiar with. عندنا اوتومي معناتها cutting or incision، فانتيروتومي there is a cutting or incision in the intestine، يعني تعملون فتحة داخل الأمعاء الدقيقة. appendectomy اكتومي معناتها surgical removal، appendix اللي هي زائدة دودية، فappendectomy surgical removal of the appendix، عملية استئصال المصران الأعور. gastrorafi رافي يعني sewing أو repair، فغاستروراپي the sewing of the stomach خياطة المعدة. سيستوبلاستي
بلاس يعني ريبير، فسيستو معناتها يورينير بلادر، فسيستو بلاس ريبير اوف ذا يورينير بلادر، عملية تصليح او تجميل المثانة. سياتوريا، ريا يعني ديسشارج، سياتو يعني ليبيد، فديسشارجينج اوف ليبيد هاي خاصة المريض يصير عندهم مالابزوربشن، نقص بالامتصاص بالامعاء، فالمريض يقوم يصير عنده خروج، يكون بينه دهن كثير، فنسميه ساتوريا. ماستكتومي، اوكتومي سيرجيكال ريموفال اوف ماست، هون يحتاجي بريست، سيرجيكال ريموفال اوف ذا بريست، عمليه استئصال الثدي. سالبنجيو تيوب اوفري فاوفري، فسالبنجيو اوفركتومي سيرجيكال ريموفال اوف ذا تيوب اند ذا اوفريز. بيكسي معناتها فيكسيشن، مثلا اوركوبيكسي اند سيرجيكال اوبريشن فور فيكسيشن اوف ذا تيستس، عمليه تثبيت الخصيه. ستومي يعني فورمينج ان اوبننج ماوث، مثلا كولوستومي، نعمل تفويه، عمليه تفويه القولون، نعمل المرات يصير المريض عنده مثلا انسداد بالامعاء او يصير عنده سرطان بالقولون، فنستأصل القولون ونعمل له فتحه داخل جدار البطن فيه القولون. تومي incision or cutting into. لابروتومي هذه هوم وورك، هذه تعرفون ايش هي اللابروتومي. نيفروتومي is incision of the kidney، تعمل فتحة بالكلية. ثوراكوتومي فتحة بالصدر. فليبوتومي فتحة بالفينز بالأوردة. بلاستي ايش هي؟ سيرجيكال ريبير، فمثلا نقول لما نقول راينوبلاستي سيرجيكال ريبير اوف وات، الراينو ايش معناته والبلاستي سيرجيكال ريبير. الراينو مثل ما تعرفون هو النوز، فراينوبلاستي سيرجيكال ريبير اوف ذا نوز. غاستروبلاستي هذه سيرجيكال repair of the stomach، خاصة عندنا بالموربيد اوبيسيتي السمنة المفرطة اللي يصير عند المريض، فنعمله gastroplasty على مود ايش يرجع to his normal weight، يرجع لوزنه الطبيعي. binding or fixation يعني مثلا عندنا مفصل نعمله fixation، ما غير يتحرك، بعد لما يتحرك يعمل له مشكلة للمريض وألم فنقوم نعمل له فيكسيشن، فهذه العملية ايش نسميها؟ أرثروديسيس، ديسيس فيكسيشن، فأرثرو مفصل، أرثروديسيس فيكسيشن اوف ذا جوينت، مثل ما قلنا نقرأ كلمة من النهاية للبداية، فيكسيشن اوف ذا جوينت. رافي هم مثل ما قلنا قبل شوي سيرجيكال سوتشرينج، مثلا هيرنيو رافي سيرجيكال ريبير اوف هيرنيا، اللي هي ايش معناتها الهيرنيا؟ بروتروجن، مثل فتق. مايو رافي، مايو يعني مصل، رافي سيرجيكال سوتشرينج، فسيرجيكال سوتشرينج اوف ذا مصل مايو رافي. سنتيسيس يعني تاب اور بانكشر، نعمل ايش؟ نحقن بيها او ناخذ من عنده سوائل، ندخل نيدل ابغى داخل المفصل مثلا او داخل الابدومن، مثلا ابدومن سنتيسيس، ناخذ تابنكتشر اوف ذا ابدومن، خاصه المريض اللي يعاني من استسقاء البطن اللي هي نسميها اسايتس. اثروسنتيسيس تاب اوف بنكتشر اوف ذا جوينت، اثرو جوينت سنتيسيس بنكتشر، فاثروسنتيسيس بنكتشر اوف ذا جوينت. عندنا السفكس اللي تعمل لنا لوزنينج اور كراشينج اور دينوتينج، اللي هي كليسز، مثلا استيكليسز a breakage or a fracture of the bone، هاي خاصة بيش هذه عملية بناء العظم، فصير عندنا استيوبلاست and استيوكلاست، واحد يبني والاخ يدمر، فالاستيكليسز هي عملية breakage of the bone، بينما استيوبلاست عملية بناء العظم. تريبسي crushing، مثلا ليثو تريبسي مثل ما تفهم ليث معناته stone، فليثوتريبسي معناتها crushing or breakage of the bone of the stone.
عندنا diagnostic or sympathetic and related suffix مثل ايش؟ ectasis. ectasis يعني abnormal dilatation or expansion. مثلا bronchiectasis abnormal dilatation of the bronchus. هاي خاصة المرضى اللي heavy smoker يدخلون بكميات كبيرة يصير عندهم bronchiectasis abnormal dilatation of the bronchus. مثلا phlebotasis is a stretching or increased diameters of the vein. مثلا venous dilatation. phlebotasis. seal معناته cyst مثل كيس. فهرنيا او swelling. protrusion هذه كلها معناتها seal. فmeningeal seal abnormal herniation or swelling of the meninges. المنينجز اشني هي؟ السحايا. فمنينجيوسيل is abnormal herniation of a swelling of the meninges. gastroseal abnormal herniation or a protrusion of the stomach. يعني تفسير عندك مثلا فتقة للمعدة. الجيا مثل ما قلنا pain. فسيفالوجيا مثلا headache يعني يصير عنده وجع بالدماغ. سيفاليجيا ما عادة ما نستخدم المصطلح بس نقول pain in the يعني in the brain ف headache. دينيا pain. gastrodينيا pain in the stomach. مثل ما قد تلاحظون يعني انا بس بنجغر الروت والسفكسز كلتها تكون ثابتة. emesis vomiting يعني قيء. hyperemesis يعني زيادة بالقيء. مثلا اكو مصطلح hyperemesis gravidarum هذا يصير عندهم قيء متكرر للحوامل عند يعني بالاول 3 اشهر من الحمل. leukemia it's a blood condition. مثلا leukemia مرض ابيضاض الدم وسرطان طبعا هذا سرطان بالخلايا البيضاء بالدم فنسمينه leukemia. IASIS abnormal condition مثلا cholelithiasis مثل ما تعرفون ACES بالنهاية abnormal condition. الكولي اللي هي عندك القناة الصفراء lith stone ف there is a stone in the gallbladder. malacia يعني softening ف osteomalacia abnormal softening of the bone. الجين هوني or genesis معناتها forming or producing يعني بيكون. مثلا كارسينوجين عملية تكوين السرطان. osteogenesis عملية تكوين العظم. مثلا erythropoiesis عملية تكوين الخلايا الحمراء صبغي erythro ما قلنا يعني red. erythropoiesis process of formation of the red blood cells. Pinea يعني decrease مثل pancytopenia الباين كلي cytocell pinea decrease. ف pancytopenia there is decrease in the all blood cells كل الخلايا الدم صار بيها نقصان. مثلا نقول leukopenia ليكو أبيض بينيا نقص فليكوبينيا there is a decrease in the number of white blood cells. ثرومبوبينيا عندنا نقص بالثرومبوسايتس اللي هي بليتليت. ثرومبوسايتوسيس لا there is an increase in the platelet. فعكس البينيا مثلا ليكوسايتوسيس لا there is an increase in the white blood cells. بينما leukopenia there is a decrease in the white blood cells. thrombocytosis there is an increase in the platelet. بينما thrombocytopenia there is a decrease in the platelet in the blood. phagia
يعني eating or swallowing. مثلا عندنا هون كلمة dysphagia, this قلنا difficulty in, phagia swallowing. ف dysphagia there is difficulty in the swallowing. مثلا عندنا كلمة phasia, phasia speech. ف aphasia absence of speech, مثل ما قلنا ال A يعني absence. فمثلا anemia, anemia there is no blood, aphasia there is no sound. خلينا نقول مثلا dysphagia there is difficulty in speaking, صعوبة بالتكلم. dysphagia صعوبة بالبلع. dyspnea صعوبة بالتنفس. plagia اللي هو عندنا paralysis. مثلا hemiplegia شلل نصفي, paralysis يعني شلل, hemiplegia شلل نصفي. بينما نقول hemiparesis, paresis ايش كان عندنا, ايش معناتها, paresis weakness. فhemiparesis there is a weakness in the half of the body. الparesis يعني ضعف, بينما الplegia معناتها شلل. فهاي تميزون بيها. phobia يعني خوف. مثلا acrophobia خوف من الايش, من المرتفعات. acrophobia طبعا هون الاكرو دي غباركم, الاكرو دائما تجي اطراف. مثلا acromegaly معناتها ايش, تضخم بالاطراف. acromegaly acro اطراف, ميجالي تضخم. فacromegaly تضخم بالاطراف مثلا. بس هون acrophobia لا, هون خوف من الايش, من المرتفعات. هيدروفوبيا خوف من الايش, من الماء. هيدرو ووتر, فوبيا خوف. هيدروفوبيا خوف من الماء, خاصة يصير عندهم المرضى الريبيز اللي هي يصير عندهم داء الكلب, يخافون من ايش, من الماء, فيصير عندهم هيدروفوبيا. كلاستروفوبيا ايش معناتها, هاي طلعوها بال تم تشيكوها. كلاستروفوبيا تعتبر هذا واجب. طبعا الفوبيا بانواعها مهمه, هذه دائما الا تجيكم بالامتحان الفوبيا, الا يجيك ام سي كيو عن الفوبيا. تروفي يعني growth or nourishment. فهايبرتروفي there is abnormal increase in the growth. فهايبرتروفي يعني مثلا muscular hypertrophy, عندك تضخم او نمو بالعضلات. هايبواتروفي بالعكس, ضمور بالعضلات يصير عنده. فالهايبر انكريس, الهايبر ديكريس. التروفي يعني growth or nourishment, يعني يصير عنده نمو. اتكمل suffix اللي اتعرض لنا على ايش, small version of a thing or large version, يعني الصغر وتكبر. فسمول فيرجن عندنا مثلا artery, arteriole فصار تصغير للارتري. من الفينيول هم تصغير للايش, للفينز. لوجي study of psychology, تعرفون study of mind or behavior. فاللوجي دائما تجي معناتها study of. عندنا هون هذا lysis اللي هي a breakdown, separation, destruction or loosening. يعني مثلا osteolysis there is a breakage in the bone. مثلا enterolysis there is a breakage or destruction of the intestine. فدائما lysis معناتها a breakdown or separation or destruction. plasia مثلا هم form a growth or formation. هاي دائما مصطلحات نستخدمها بالباثولوجي, بعلم الأمراض. مثلا hyperplasia is abnormal growth or formation. hypoplasia بالعكس, abnormal decrease in the growth of the cell. poiesis مثل ما قلنا, hemopoiesis هون حتكون all the blood. بينما قلنا erythropoiesis لا, بس قصدي على RBC. بينما الهيموبويسيس all the
cells of the blood. فكل الخلايا مال الدم اللي تشمل الايش؟ ال RBC وال white BC والبليتلت الصفيحات الدمويه. بينما الاريثروبويسيس لا، بس مجرد زياده بالبرودكشن اوف ذا RBC red blood cells. سبازم معناتها involuntary contraction، مثلا بليفرو سبازم. بليفرو مثل ما قلنا قبل ايش معناتها؟ eyelid. سبازم involuntary contraction، ف involuntary contraction of the eyelid. برونكوسبازم involuntary contraction of the bronchus. هذه كلها معناتها يصير عندهم contraction او تقلص بالايلد او يعني بالجفن او بالبرونكس اللي هي مثل قلنا برونكوسبازم، تقلص بالعصبات الهوائيه. Logist is a specialist in the study. The dermatologist is a specialist in the study of the skin. Psychologist is study specialist in the study of the mind or behavior. Psychiatrist لا، psychiatrist هوني specialist in the study of the disease of the mind. كل واحد يتفرق psychology و psychiatrist، كل واحد تعريف الشكل. ومثل ما قلنا gynecologist, radiologist, physician، هذول كلهم specialist in his branch. This is the end of our lecture.